بقى معاك لمباراة نادي الزمالك امبارح، وكلنا شفنا يا كابتن هشام انها مباراة كانت رسمية، مش مباراة اعتزال بقى ولا مباراة ودية ولا اي حاجة. الزمالك دايما بيلعب كل مبارياته بتبقى مباريات رسميه، ليس لا علاقه احنا بنلعب باسم نادي الزمالك. لا صحيح. يجوز لينا التعامل مع الماتشات الحربيه او الماتشات اللي بتبقى فيها نوع من الود والكلام من ده الاستهتار. ده اسم نادي الزمالك. هو نادي الزمالك راح بايه؟ راح عشان النادي مطلوب اسما، ومطلوب لعيبته، ومطلوب جماهيريته، ومطلوب حاجات كتير جدا. فاحنا مش نازلين عشان ان احنا نحرك نادي الزمالك كله بالكامل الى السفر للخارج، وعلشان في الاخر اطلع بنتيجه نقول في الاخر ده نوع من انواع المباريات. لا، انت النهارده كل لعيب مفروض، حتى المباراه اللي بيلعبها قدام حبيه او مباراه بتبقى فيها نوع من الاستعراض او كلام من ده، مفروض ان اللعيبه تثبت وجودها، سواء بالظبط. اللعيبه الموجوده او الناشئ اللي طالع او موجود او اللي هيخش مع في المباراه دي. لان انت عارف في المباراه اللي زي دي دايما بتحط مجموعه لعيبه جديده، بتحط صحيح. مجموعه لعيبه شفنا يا كابتن امبارح خط الدفاع كله يعتبر احمد رفاعي مع جبرسون كوستا، يعني مهاب ياسر بيرجع تاني، سيف جعفر بقاله فتره كبيره جدا ما بيشاركش لكن امبارح ظهر بمستوى يعتبر كويس جدا، كونراد بياخد من اول المباراه، حسام اشرف امبارح بيبتدي يعتبر اول مباراه بيبتديها مع نادي الزمالك في الموسم الجديد، ف يعني برضو دي حاجه من مكاسب المباراه امبارح يا كابتن. أكيد أي مباراة عشان لازم ترس على المستوى الفني لبعض اللعيبة، علشان خاطر الماتشات اللي زي كده بتظهر لك إمكانيات لاعب. وفي نفس الوقت هو لو نازل المباراة أكيد حاطط في دماغه إنه لازم يقنع المدرب بأدائه، صحيح. لأن لو نزل وهو راجل ما بيشاركش بالمباريات السابقة مثلا، والمجرد قاعد احتياطي أو لعيب خارج القايمة مبيبقاش موجود، فعايز يدة وجوده، يقول انا هو مكاني مع الفريق الاساسي، مكاني مع الفريق على الدكه، مكاني مع الفريق على حسب ما هو بيعمل العطاء بتاعه، يكون يوصله للمرحله اللي هو عايزها. لان انا يوم ما جيت مثلا مسكت في فرصه جات لي لغايه عندي قتلت بالسماته ان انا اطلع، علشان حتى اللي كان ماتش مثلا ايه ده، انا كنت بلعب ماتش يعني في احدى الماتشات اللي هي اول مباراه اللي هي كانت في رومانيا، في مباراه بالصدفه ان يحيى كابتن جمال عبد الله ساعتها فمش لاقيين سرد باك، وانا لا كنت وعلى ايام بلعب. حضرتك كمان يا كابتن هشام يعني كانت الفرص مش زي دلوقتي، هي الفرص بتاخد كان الفرصه مره مرتين ما كانش بالكثير. فرصه، ده كان بالظبط. معاك ابراهيم يوسف ومعاك محمد صلاح، يعني نص فرصه كمان لو هنقول. يا ريت عشان تشمها دي قابلني يعني عشان بالظبط. لعيب. فانت النهارده لما بتيجي النهارده تاخد الفرصه وتنزل تستقتل بالمباراه علشان تقنع المدرب بادائك، فدي كانت يجب على كل لعيب. لكن لعيب استهتر بالاداء في مباراه زي دي وهو لاعب لسه جديد، ما افتكرش ان هو هيبقى ليه مكان في نادي الزمالك. بس ده اللي انت شفته امبارح، شفت لعيبه يعني كانت نازله عايزه تقول انا هنا، ولعيبه تانية حسيت انها لا يعني كانت واخده المباراه مباراه وديه وخلاص. بص، لا المباراه كان اللعيبه كلها كانت يعني بتستمتع بالمباراه، وكان كل واحد بيأدي بشكل طيب يعني. لكن ما اقدرش برضو لحد دلوقتي، لان الفريق الزمالك او الفريق اللي بيشارك في الدوري او المجموعه دي لازم بيبقى مجموعه انسجام. ما اقدرش اكون فريق ما تقدرش كده تكون فريق مجرد زي امبارح وفي نفس الوقت تحكم عليه. بالظبط. فما اقدرش، لكن لازم اعمل انسجام، عندي مجموعه لعيبه ولازم احط عليها اضافه. الاضافه دي مين بيظهر؟ لكن ممكن يبقى تلاقي في لعيب بيظهر في المكان بتاع زيزو مثلا، فطبعا المكان بتاع زيزو هيبقى صعب جدا ان هو ينافس في المكان ده، لان الفرق مثلا بالظبط. يعني زي سيف كبير جعفر شويه. امبارح لما كان موجود في وسط الملعب. بالظبط، نزل هو قدر. القصص دي كلها طبعا محتاجه يعني زي ما تقول ايه، اللعيب يبقى عارف مدرك هو بيلعب وهينزل في الحته دي وهيعمل ايه، علشان يبقى حط المسار بتاعه في حته معينه عند المدرب. بالظبط. النهارده
ممكن يكون مقتنع ببعض اللعيبه ومش مقتنع ببعض اللعيبه. صحيح. يعني صحيح. ده اللي ممكن اكون حاسه يعني. صحيح. وده اللي عمله الفتره اللي فاتت. او يعني بيبقى في الملعب بيبقى التغييرات. انت عارف كمان ان كان في مشكله كبيره جدا انك انت ما عندكش ترتيبات تاني، فانت بتلعب المسلوسي باك رايت، وانت نقلت الراجل من مكان الى مكان اخر، والمكان الاخر ده ممكن يكون ادى لكن مش بقوه اللعيب اللي بيبقى في المكان ده. بالزبط. عشان تثبت مش بقوه اللعيب الاساسي اللي واخد عدد ماتشات كبير. بالظبط. مثلا فهي مثلا الونش يعني انت فاهم، فعشان ياخد المكان ده يبقى لازم يكون بيبدع، لكن ظروف المباراه او ظروف الفريق ان انا ما عندكش البديل. بالظبط. الراجل حول النهارده لما بيلعب عمر جابر باك ليفت، هو يعني مثلا كان عنده غيابات في الحته دي بشكل غير طبيعي السنه اللي فاتت. بالظبط. بالظبط. فانت النهارده بقى لاعب عمر جابر، مع ان عمر جابر يعني انا شايف من وجهه نظر ان كان يلعب هاب ليفت قدام في نص الملعب. أوكي. كان احسن. باك ليفت لا. لكن باك رايت 10 على 10، هاب رايت 10 على 10. بص بس زي ما حضرتك بتقول برضه يا كابتن هشام، الراجل كان مضطر في ظل كان مضطر يعني بيضطر، لكن هو بص خالد في حاجه اسمها يعني ما اقدرش اجيب مثلا اي لاعب من اللعيبه القدامى او الناس اللي هي بتاع ده اجي العب مثلا باك ليفت، ما عنديش المقومات دي، مش بتاعتي. يعني في لعيبه تقدر تاديها وفي لعيبه ما تقدرش تاديها. يعني انت فاهم. لكن احنا عشان عندنا نقص في الفريق بشكل كبير جدا، فطبعا اتاثرنا. فالراجل مقتنع بعمر جابر مثلا ان هو كان يلعب باك ليفت علشان صحيح. الوحيد اللي كان موجود في الفتره. صحيح. دي. صحيح. وهو كباك رايت، وراح محاطط حد تاني من نص الملعب كان بيلعب محمد شحاته. كان محمد شحاته بيلعب باك رايت. محمد شحاته لما خرجته من نص الملعب خسرته. انت فاهم. يعني حطيته في مكان هو ادى، لكن خلاص يا كابتن هشام بقى احنا الحمد لله الموسم الحالي عندنا وفره في اللعيبه، عندنا بدل الباك ليفت عندنا دلوقتي ما احنا ان شاء الله ثلاثه. دايما بص يا خالد، لما نتكلم في حاجات دايما اللي هي السلبيات عشان اقدر اعالج دايما واعمل ايجابيات. صحيح. لكن لو انا النهارده قلنا خلاص لا، لازم اكون مقتنع تماما بان النجم اللي هيجي يشارك في المكان ده او هيلعب لنادي الزمالك لازم يكون له مقاييس علشان الجماهير منتظره منه البطوله، منتظره منه الاداء، منتظره منه الفعاليه مع الفريق. بالزبط. منتظره منه الاندماج السريع، مش منتظر منه ان هو لسه عبال ما ياخد مع الفرقه خمس ست سبع ماتشات يكون الدوري خلص. بالظبط. نادي الزمالك نادي بطولات، وانت اكيد يا كابتن هشام بصفه شخصيه اكيد منتظر الكونفدراليه، منتظر الدوري، ومنتظر اللعيبه تموت نفسها في كل مباراه بشكل عام الفتره الجايه. اكيد كلنا عشان يعني ده بيتنا وده نادينا، وده الواحد بيستمتع باسم ناديه لما دايما بيبقى في المحافل دايما واخد بطوله، بمشي في الشارع كأن مرفوع الراس. انت فاهم؟ ان شاء الله يا كابتن هشام باذن الله، إن شاء الله بإذن نسعد الله. باذن الله دايما بفريقنا، وان شاء الله باذن الله مزيد من البطولات خلال الفتره اللي جايه. كابتن هشام يا كان نجم الكره المصريه ونادي الزمالك، بشكر حضرتك اكيد شكرا جزيلا.